ال جي في بداية 1998 ابتدت تطور تقنية المواتير الموجودة على مستوى العالم، وعمل براءة اختراع في موتور سميته ال جي دايركت درايف. طب ميزة الموتور هنا ايه؟ طيب احنا هنقول ببساطة ان المواتير القديمة كلها كانت بتستخدم سير وبكرة، وطبعا احنا عارفين ان السير والبكرة كان بيدي حركتين بس، حركة يمين وحركة شمال، وده ما كانش بيدينا اداء غسيل كويس. ال جي طورت الموتور وخلت الموتور مثبت على الحالة الخارجية اللي موجودة في الغسالة، وده طبعا بقى بيدينا غسيل انضف، لان هو كمان خلى الموتور بيدينا 6 حركات داخليه، بمعنى اصح يعني خلى الغسيل شبيه للنظام الغسيل اليدوي، وكمان ادينا ثبات اكتر للغساله في جميع مراحل الغسيل، يعني الغساله ما بتهتزش بالشكل اللي احنا كنا بنشوفه او ان هي تتحرك من مكانها. طب ايه بقى هي الموديلات اللي اختلعت في 2020 وقالوا عليها الذكاء الاصطناعي؟ نظام الشريحه اللي موجوده اللي هي بتقول 95% منها بتقرا الاقمشه اللي موجوده على مستوى العالم، ده هنعرفه داخل الفيديو. قدم الفيديو بتاعي وصلك يبقى انت اكيد مهتم بالاجهزه الكهربائيه، متنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله في عالم الاجهزه الكهربائيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم. ريفيو النهارده هيكون على التكنولوجي الذكاء الاصطناعي في الغساله ال جي اللي هي الفيفاتش. الغساله دي كانت انتاج 2020 ال جي. ال جي حاليا برضه عشان نبقى احنا عارفين الخامات بتاعتها كلها بتبقى كوري، والتقفيل بتاعتها في المصانع بتاعه مصر حاليا. الغساله بتدي ضمان 10 سنين على الموتور و5 سنين على الغساله. طيب ده في جميع غسالات ال جي او في جميع غسالات ايه؟ طيب ايه هي المميزات في نظام الذكاء الاصطناعي، وايه هي اصلا يعني ايه ذكاء اصطناعي؟ فدي حاجه برضو جديده على علينا. الميزه بتاعتها فيها مميزات قويه جدا، برضو احنا عايزين نعرف ايه هي الحاجات الجديده اللي نازله في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالنسبه للغسالة. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المواتير الدايركت درايف. يعني ايه الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هنا بمعنى صح هو هنا ربط الموتور بتاع الغساله بالبورده، زائد فيها كمان شريحه محمله ب 95% من الاقمشه. بمعنى ايه الكلام ده؟ مش فاهم يعني ايه. بالنسبه للغسالات اللي هي ال جي الفيفاتش بيبقى فيها سنسور داخل الحلق. ايه هو السنسور ده او ايه وظيفته؟ بمعنى ان هو اي غسيل انت هتحطه، بمعنى صح انت اخترت مثلا نظام الميكس فابريك. الميكس فابريك ده عباره عن ايه؟ الاقمشه المختلفه. طيب انت هنا نسيت تحط، حطيت قطن مع صوف مع ايا كان اللي انت حطيته، تمام. هنا المستشعر ده بيحدد نوع الملابس. يعني ايه بيحدد نوع الملابس؟ يعني بيحدد نوع الملابس اللي موجوده داخل الغساله، وكمان هو اللي بيحدد عدد مستوى الحركات اللي هتقدر تستخدمها الغساله داخل دوره الغسيل. يعني بيحدد نوع الملابس. طيب هنا بيعمل ايه؟ يعني هنا برضو هنا انا هستفاد ايه؟ وهنا بيحافظ على الغسيل بنسبة 18% زيادة عن اي غسالة تانية، فدي برضو حاجة من الحاجات اللي هي الكويسة. طيب زائد ان فيها كمان سينسور، واغلبية غسالات ال جي بيبقى فيها سينسور عشان يعمل زي توازن الحلة. لو انت حطيت مثلا حلة 8 كيلو حطيت عليها، حطيت هدوم 9 كيلو، فالغسالة هنا هتقولك لا، في الارم الكمية الهدوم اللي انت حاططها كمية كبيرة ولازم ان احنا نحط كمية اقل شوية. طيب رقم 2 وهو نظام الستيم في الغسالات الفيفاتش. نظام الستيم طبعا هو على فكرة علميا جزيئات اصغر من جزيئات المية. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيقلل من الكرمشة، لان درجة حرارة البخار كمان بتوصل لمية درجة. بمعنى انك انت لو حطيتي ملابس اطفال مع ملابس كبار ده ما يسببش اي حساسية للملابس، وكمان ما يسببش اي حساسية للاطفال. وتقدر تختار تفعيل البخار او لا، يعني في برامج مفعلة مع البخار وفي برامج لا، زي ما انت ايه عايزة هتشغلي البرنامج بتاعك عليه. رقم 3 وهي خاصية سهولة التحكم. ايه هي خاصية سهولة التحكم؟ طيب الغسالة هنا مزودة بواي فاي. يعني ايه واي فاي؟ طيب واي فاي بتربطيه عن طريق ابليكيشن ال جي سمارت ثانكيو. طيب ايه هو الابليكيشن ده وايه وظيفته وايه اللي انت هتستفادي منه؟ الابليكيشن هنا تقدري تتحكمي فيها من جوه البيت او من خارج البيت، فدي حاجه برضه كويسه، تمام. طيب ايه هي الابليكيشن هيفيدك فيه؟ هيفيدك ان انت تبقى عارفه مراحل الغسيل بتاع الغساله وانت بعيد عنها. طيب رقم 2 هتقدري ان انت تعرفي ان الغساله دي بتوفر معاكي قد ايه ميه، بتستهلك كهرباء ولا استهلاكها للكهرباء اقل. يعني هنا الغساله موفره معاكي للكهرباء ولا لا؟ وكمان فيها ميزه ان انت تعرفي من البرنامج ده ايه هي الاعطال اللي موجوده في الغساله. معنى طب ازاي انا لو بره البيت اقدر استخدم الابليكيشن ده؟ انت مجرد بس ان انت بتبقي جنب الغساله في زرار اسمه الواي فاي، بتدوس عليه اللي هو الدايل ان، بتدوس عليه تمام لمده 3 ثواني وتشغلي نظام الابليكيشن. بعد ما تحملي الابليكيشن من الاندرويد او الايفون تقدر ان انت تشغلي، تدوسي على زرار الدايل ان اللي موجود في الغساله وتفتح الابليكيشن وتعمل خطوات التسطيب اللي بيطلبها منك الابليكيشن. طيب انا برضه هستفاد ايه؟ انا كل اللي انت عايزاه، كل اللي احنا عايزينه ان انت بس تحطي الغسيل
الغسيل يكون موجود في الغسالة، وكمان تقدر ان انت تحط المسحوق. يعني لو انت عندك اي مثلا ابنك موجود في البيت او بنتك او اي حد، انت هو مش هيعرف يشغل الغسالة او على البرامج اللي انت عايزاها، لا هو مجرد بس ان هو بيحط لك الغسيل داخل الغسالة ويحط المسحوق ويدوس نظام ويدوس ستارت بس. انت بقى تقدر ان انت تتحكمي في البرنامج اللي انت عايزاه عن طريق الابليكيشن ال ال جي سمارت ثانك يو. فدي برضو حاجة من الحاجات اللي هي مميزة في نظام الغسالة اللي هي الفيفاتش الجديدة. الميزة الرابعة معانا وهي خاصية الاد ايتمز. دي خاصية جديدة موجودة في نظام ال ال جي، بمعنى ان انت تقدري تعملي اضافة ملابس حتى لو انت نسيتي قطعة ملابس بره، او نسيتي مثلا حطيتي في هدوم انت حطيتيها وشغلت الغسالة ونسيت كم قطعة مثلا بيضة او اي حاجة بره انت عايزة تضيفيها تاني اثناء دورة الغسالة. طيب انت بتدوسي على زرار، في زرار موجود عندك اسمه اد ايتم، بس لو الغسالة في اول ربع غسلة، بمعنى ان هي انت شغلت الغسالة واول ربع ساعة انت افتكرت ان في حاجة، تقدر ان انت تروحي على الغسالة وتدوسي على نظام الاد ايتمز. الغسالة اللوك بتاعها بيفتح بعد ما يشفط طبعا المية الداخلية، بيحطها على الخارجية، تبدأ ان انت تضيفي القطعة اللي انت عايزاها وبعد كده ترجعي تاني وتدوسي على نظام الستارت. ميزة خمسة، طب اللي هي العمر الافتراضي. حجم البقرة اقل بالنسبة للغسالات القديمة، حسب حجم البقرة هنا بقى اكبر، والمؤشرات الليد بقت اوضح واللون ابيض، فدي حاجة كويسة جدا برضو ان هي تديكي اضاءة كويسة، تبقى انت عارفة انت بختار انهي برنامج، وكمان حجم البقرة بقى معدني بقت حاجة ممتازة جدا. باب الغسالة هنا بقى نظام اكريليك زجاجي حراري مقاوم للخدش والكسر، يعني الباب هنا بقى قوي جدا. حجم الشاشة هنا هم كبروا هنا حاليا حجم الشاشة، يعني حجم الشاشة كبرت عن الحجم القديم، ده برضو ديلك سهولة في التحكم، وكمان ان انت تعرفي تقري الغسالة بتاعتك. التصميم الداخلي للحلة اختلف بشكل كبير. طيب احنا بنتكلم على الصدادات اللي كانت موجوده في الغسالات القديمه، ودي برضو ميزه من المميزات حاليا اللي في الغساله الفاتش الجديده، ان الصداده كانت بتاخد او الرشاشات اللي كانت موجوده في الغساله كانت بتبقى بلاستيك وبتبقى بحجم كبير بعرض الغسالة. طيب هو حاليا ايه اللي حصل؟ هو غير نظام ده وشال الرشاشات اللي هي كانت بلاستيك وعملها رشاشات معدني استانلس غير قابل طبعا للصدى، ولكن على اشكال متجزأة، بمعنى ان هو ما حطهاش، يعني عملها بشكل صغير جدا وعملها على جزئين. فدي برضو حاجة من الحاجات المميزة ان هي في الغسالة الجديدة، فدي متاخدش معاك مساحة داخل الغسالة وتقدر ان انت تستوعبي هدوم اكتر. نتكلم بقى عن الموتور الدايركت درايف. برضو الموتور الدايركت درايف على فكرة الموتور هنا تابع لمعهد الدي دي اي اللي هو في المانيا، المعهد اسمه ستينج للمحركات في المانيا. برضو معلومة كده على الماشي برضو، ان الموتور بتاع دايركت درايف اللي هو خاص بشركة ال جي ده عمله له معهد اسمه تيستينج للمحركات في المانيا. المعهد ده بيدي ضمان لشركة ال جي على فكرة على الموتور 22 سنة، ولكن هنا في مصر الغسالة بيدونا ضمان على الموتور 10 سنين بس، معنى كده ان الموتور مضمون 100%، يعني حاجة من الحاجات اللي هي الممتازة. طب احنا نتكلمنا على مكونات، احنا قلنا مكونات كوري كلها، تقفيل حاليا بقى في مصر، اغلبية الغسالات بقت في مصر. احنا بنتكلم على الغسالات اللي هي الفيفاتشي انتاج 2020، احنا بنتكلم على 8 كيلو 9 كيلو 10.5 كيلو، في بينزل منها 8 كيلو بينزل منها بمجفف 5 كيلو، وال9 كيلو بينزل منها بمجفف 5 كيلو، وال10 كيلو ونص بينزل منها بمجفف 7. اسعار الغسالات بتبدا معاك 8 كيلو بتبدا من اول 8600 وبتنتهي لحد 14000 او حسب الموديل اللي احنا بنختاره على ال10 كيلو ونص. طيب احنا كده قلنا من اول 8.5 الغسالات الفاتش 8 وال9 وال10 ونص، من اول 8600 لحد 14000 حسب عدد الكيلوهات اللي انت تختاريها في الغساله. الوان الغسالات بينزل منها بالنسبه لل8 كيلو بينزل منها في منها اللون الابيض، بينزل منها بعض الالوان الثانيه زي الفضي والفولاذ الاسود. بالنسبه للالوان ال9 كيلو وال10 كيلو ونص بينزل منها الفولاذ الاسود وكمان اللون الفضي. وبكده يبقى احنا عرفنا ايه هي الغساله ال جي النظام الفيفاتشي الحديثه، ايه هي الفرق ما بينها وما بين نظام الغسالات القديمه بتاع برضه ال جي. الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ان شاء الله عشان يصل لكل جديد من عندنا.